صباح الخير لكم مشاهدينا، تحية كبيرة من القلب. وشوق طال بفترة الحجر لكورونا فيروس، هالوباء يلي سيطر على العالم ويلي خلى كل الناس تقعد ببيوتها، منهم قعدوا بتوتر، منهم انبسطوا لأنه أخذوا وقت شوي لعيشوا الحياة، ومنهم كتير كانت سلبية عليهم، هيك حسوا بتعب وإرهاق وخوف. كل هالأمور صارت معنا كلنا، ما حدا أبدا في يقول لا ما مرقنا فيها. طبعا كورونا فيروس كتير موضوع واسع وكتير انتبهنا، وأنا بدي أقول الحمد لله على سلامة كل شخص انصاب فيه وشفي، والحمد لله على سلامتكم مشاهدينا، وطبعا الله يرحم يلي غادرونا بسبب هيدا الفيروس. نحن اليوم عم نعرض لكم حلقة جديدة من كوفي بريك عبر شاشة مريم تي في مباشرة، وأيضا مباشرة عبر الفيسبوك. طبعا الفيسبوك على صفحة مريم تي في لبنان فيكم تشوفوا معنا الحلقة. وبرجع بذكركم دايما كوفي بريك رح يوعدكم بأجمل الفقرات. طبعا الأجواء يلي موجودة هلأ وسيدة هي الكورونا، وكل الأشخاص بلشوا يطلعوا شوي من بيوتهم تدريجيا، فنحن مننبهكم بكل محبة انه انتبهوا قد ما فيكم، ما ترتاحوا كثير انه خلص صار فينا نعمل كل شيء، فيكم بلشوا تعيشوا الحياه تدريجيا، انما خذوا احتياطات والاحتياط واجب. دائما انتبهوا على حالكم وفكروا كثير منيح انتوا عم تنتبهوا على حالكم على صحه يلي بتحبون. في عندي هيك موضوع حبيته كثير، كيف الفتره هيك رح نستعرض صور نحن وياكم ونخبر سريعا كيف مرقت الايام إذا بدكم بسرعة مع هالصور يلي رح نشوفهم أنا وياكم. رح أبدأ بصور خاصة بعائلتي اللي هي بتشبهكم أنتم كمان، عملتوا نفس الأجواء. هيدا زوجي أول يوم لما طلعت الكورونا فيروس هيك كلنا عملنا بانيك شوي، استوعبنا الموضوع أنه في قاعدة بالبيت، فتاني يوم توجه دغري لجنينة. من بعد ما هو راح لحقته بنتي كريستا يلي انا هلا عم بتطلع فيها وشوف انه عن جد كان من قلبها عم تنزل تساعد بيا بجنينه. هول الامور ما كنا نقدر نحصل عليهم بالفتره العاديه، ما في وقت لهالاشياء، وطبعا بقيت الطبيعه ملجأنا الوحيد، فحطينا كريستا على البسيكلات ورحنا نمشي، ورجعت كمان على جنينه. كل هالامور انتم مرقتوا فيها واكيد كثير اشخاص مرقوا فيها. بيير يلي هو زوجي كمان عن جديد كل يوم بيوم صارت الجنينه اساس بحياتنا لحتى نطلع للطبيعه. وطبعا مع العائله حبينا هيك نقضي اوقات ما كان عندنا وقت نقضيها بالايام العاديه، رحنا وصرنا نمشي. هيدا المارش هو كثير انتي ستريس. فأنا بس بدي أخبركم أنه الطبيعة قد هي كانت الملجأ المهم، قد هيك عطيتنا نفس مثلنا ومثل غيرنا. هالصور اللي عم يمرقوا كل الأشخاص هيك نزلوا مع عيالهم ومشوا على الطرقات، تاتيانا وسينتيا وكريستيا وبيير وأنا كلنا نزلنا كل يوم نمشي، وهون رجعنا على البيت في فترة الأكل. بلش كل شخص بده يفرجي مواهبه، أنا بدي أطبخ وأنا بدي أعمل عجين وأنا بدي أعمل حلو، فهون تاتيانا وكريستا بلشوا بالطارت، وطبعا كان النجاح كتير كبير، أكلنا طارت كتير طيب. هيدا الطارت عم تشوفوه قدامكم شغلون، وانا كثير هيك حبيت هيدي الميله. ليش؟ لانه ولا مره فكرت قادرين يقفوا يعملوا هيك شيء. فانا عم بحكي عني وعنكم مشاهدينا، عم بقطع صور لعائلتي مش بس امور شخصيه وانما تفرجي انتم كمان شو مرقتوا. الصوره اللي مرقت قبل بس لو سمحتوا بنرجع لها، هون بما انه قطع الوقت وطول الشعرات ما انتبهنا على الوقت والايام كيف، فلقينا الشعر طويل وما فينا نزور الكوافير، انجبرنا انه نحن نقص بالبيت. فحضرتي كانت الكوافير يلي قصل له لبيير، قصيت له شعراته، واول كلمه قال لي اياها ما تعتلي هم او بير ديكا منشيل الشعرات كلهم اذا ما مشي الحال، ولكن الهاجئ بالاختراع اختراع مشي الحال ونعيما. بالليل قاعدين وكلنا سوا بدنا نلتهي، كل الناس حطت على السوشيال ميديا المونوبولي، اخذت المونوبولي هيك شيء كثير مهم، ولعبنا مونوبولي ورا. يعني اللي بدي اقول لكم اياه، كورونا فيروس هي كانت شبح للكل وكانت موضوع بخوف شو بدنا نعمل، وما زالت لفترة أنه ننتبه كتير منيح. بس النقطة الإيجابية جمعت العائلة، النقطة الإيجابية خلت الناس يعملوا الأشياء اللي ما كانوا مفكرين بيقدروا يعملوها بالحياة، ما في وقت على عجلة الحياة،
والأشياء السلبية هي الخوف، التوتر طبعا. وكتير أشخاص لما قعدوا مع بعضهم وقعدت العائلة أكتر، هني ما كانوا متفقين ولعت أكتر. ففينا دايما نعمل إكيليبر بين اتنين، وقد ما فينا نضل نقول هو الإيمان الأساسي يلي وقفت عليه الأمور لحتى إجرينا ضلوا على الأرض ومرتاحين وما خفنا. أكيد صلينا وأكيد طلبنا والرب كان معنا. واللي بدي اقول لكم اياه، الحمد لله على سلامتكم عن جديد، وانتبهوا على حالكم كثير منيح لانه الفيروس هيدا سريع الانتشار. هلا في كمان ما بعرف اذا رح يعرضوا لي هالصوره، الماسكات حاطين على وجهنا اسود، هيدا حبيت اقول لكم اياها كمان. كنت كثير انصحكم بماسكات الكوفي، فاليوم رح احط لكم هالصوره انا وبناتي عملنا الماسكات يلي نصحتكم فيهم، ما كانوا بس حبر على ورق انما كلهم كل شيء حققناه. حطينا هذا الماسك فيه عسل وبن وحامض وتركناه بالبراد، وكل يوم نحطه، يعني كل يوم بعد يوم نحطه 10 دقائق على وجهنا، كمان اهتمينا بهالامور. فشو بدي اخبركم هيك لمحه سريعه عن الحياه اللي عم تمرق يوميا. وانا بدي اقول لكم كمان ينعاد عليكم بشهر مريم، منعيد مريم تي في هالشاشة الكريمة يلي دخلت بيوتكم وقلوبكم. هيدا شهر أيار، شهر الصلاة والإيمان والخير والبركة. وأيضا كل اللي حاملين اسم مريم وإلهم علاقة بالعذراء طبعا منعيد الجميع. وكمان منقول الليلة 21 أيار ليلة عيد سانت ريتا شفيعة الأمور المستحيلة. كل الأشخاص اللي حاملين اسم ريتا منعيدكم ومنقلكم تبارك بيوتكم يا رب. وطبعا إخواننا المسلمين لكم حصة كبيرة برمضان، ينعاد عليكم ورمضان كريم إن شاء الله دايما بالسلام والصحة والعافية. هلا بما انه هيك فرحه كبيره رجعنا لكوفي بريك واشتقنا لكم مشاهدينا كثير كثير، مش شوي رح اعطيكم مواضيع كثير مهمه اليوم. رح احكي عن الكوفي ستوري. الكوفي ستوري ليه اليوم شددت عليها شوي؟ بشرب القهوه والتعصيب وما بعرف هالامور كلها، في كثير اشخاص عم تتناول الادويه، يا هل ترى الدواء شو مفعوله مع القهوه؟ انا سمعت كنا قاعدين مدام نسيت حبه الدواء، قال لي ما زال عم بشرب قهوه ناولوني الدواء. فهون صار عندي الحشريه اقرا وفيدكم انه ما لازم ناخذ الدواء مع فنجان القهوه. تناول الدواء مع القهوه هل هو ممكن؟ من المفضل عدم تناول حبة الدواء مع فنجان القهوة. السبب بيعود إلى أنه القهوة بتحتوي على الكافيين، وهي أحدى المواد يلي ممكن أنه تزيد أو تنقص من مفعول المركبات الموجودة بحبة الدواء. أما الأدوية اللي بتحتوي على الكالسيوم بقل نسبة امتصاص هذا المعدن بالجسم، وفي حال تناول أحدى المشروبات يلي بتحتوي على الكافيين مع الأدوية المسكنة قد يؤدي إلى زيادة مفعولها. هذا الشيء ممكن يؤدي إلى ضرر صحي. انتبهوا قد ما فيكم مشاهدينا، اشربوا القهوة على جنب وخذوا ادويتكم بانتظام، لأنه هلا الستريس هو العامل الأساسي اللي عم بفوت على بيوتنا، فما تخلوا يسيطر عليكم، ركزوا على ادويتكم وعلى صحتكم لحتى تقدروا تقاوموا كل فيروس بفوت علينا. هلا اليوم كمان في عندي شغلة بعد هالعودة لكوفي بريك. رح أحكي أنا وياكم عن موضوع في أشخاص كتير تعاونت معنا من البيت. وبداية رح أحكي عن الكوتش إلي بوتاس، شكر كبير لك من شاشة مريم تي في وخاصة كوفي بريك. تعاوننا نحن وياه وسجلنا فيديوهات من البيت طبعا حفاظا على الصحة، ما كان ضيف معنا مباشرة. فإلي كوتش إلي رح يكون معنا بكل حلقة بكوفي بريك. تابعونا مشاهدينا، هالفقرة هي اسمها سبورت، نحن كتير بهمنا صحتكم. فالرياضة هون شو كان دورها الأساسي بهالحجر وكيف كنا عم نفهمها بأي مفهوم؟ في كتير أشخاص بيقولوا نحن مش معودين نعمل رياضة، مش معودين نعمل شيء. مش يعني إذا ما عملتوا رياضة أو ما رحتوا الجيم ما فيكم تمشوا على الطريق. هالساعة المشي أو النص ساعة رح نخلي الكوتش إلي يشرح لنا شو الإيجابية بالمشي على الطريق. كوتش إلي بونجور، وأنا بقول لك ميرسي كتير لتعاونك معنا وأهلا وسهلا فيك. بونجور شارلوت، بونجور مشاهدينا، ان شاء الله يكون نهاركم كتير حلو. مثل ما كانت عم تحكي شارلوت 200% مع حق، المشي بالطبيعه كتير بيساعدنا حتى نتخلص من الستريس، وكتير بيساعدنا كمان حتى نحسن الدوره الدمويه تبعنا. بعرف كل واحد عنده كاباسيتي معينه بيقدر يعطيها، ما عم نطلب منكم نحن كل يوم تعملوا ساعه مشي، فينا نقسمهم كل يوم نص ساعه مشي حسب قد ايه نحن
الكاباسيتي تبعنا مثل ما كنا عم نقول. فالمشي بالطبيعة مش بس رح يساعدنا حتى نوطي الليفل تبع ستريس، بذات الوقت رح يعلي لنا كمان الدورة الدموية تبعنا، فهون كمان جهاز المناعة رح يقوى أكثر، رح يقوى لأنه عم ينقل معه كل شيء فيه فيتامينز وكل شيء فيه مينرالز هن موجودين، يعني كل شيء فيه معادن وكل شيء فيتامينات موجودين عندنا بمعدتنا من الترويقة والغذاء اللي عم ناكلهم، رح يفوتوا على جسمنا ورح يساعدونا حتى نغذي العضل تبعنا. في شغلة كتير مهمة لازم أنا أذكرها للشباب للي بيشتغلوا مع ويتس ومع بوا، إنه ما يعملوا شيء اسمه أوفر تريننج، لأنه عضلهم رح يصير يطلب فيتامينز ومينرالز أكتر، ويمكن يكون عندهم هن ريجيم أليمونتير منه كتير منظم، فهون رح تبلش المناعة تضعف شوية صغيرة. فخلينا بهالفترة، فترة الكورونا عم الكوفيد 19، نجرب نركز على المشي وخلينا نستفيد من الطبيعة، لأنه عم ناخد أكسجين، الأكسجين كتير رح يساعدنا حتى نحن نغذي الخلايا تبعنا. فكلنا بنعرف إنه الكونسير بيصير من ورا نقص الأكسجين بقلب الخلايا، فبيصيروا الخلايا يشتغلوا غلط. فخلينا نستفيد من الطبيعة، مش بس كرمال ننزل الستريس، كمان كرمال نخلي جسمنا من جوا يكون غير شكل. وفينا أكيد برجيم أكل معين بكرة بحلقات جاية بنحكي فيهم كيف فينا نتخلص من الوزن الزايد، كيف فينا نشتغل على عضلات البطن أم المعدة لحتى نحسنها أكثر، نخلي عن جد صحتنا من برا ومن جوا كتير حلوة. فبدي منكم تتمشوا، تلجأوا للطبيعة، تمشوا بالطبيعة قد ما فيكم، تاخدوا هواء نظيف، تاخدوا معكم مسبحة صغيرة تصلوا لحتى يمرق الوقت بدون ما تحسوا. ونشكر ربنا على كل النعم اللي عم يعطينا إياها، ونشكره على كل شيء. إليك كوتش، إليك كان معكم، إن شاء الله يكون نهاركم كتير حلو. ثانك يو شارلوت، إن شاء الله أشوفكم بحلقات جاية. شكرا لك كوتش إلي، ونحن طبعا رح ننطرك بكل حلقة بمعلومات جديدة تفيد مشاهدينا. دايما تابعونا لحتى تاخدوا كل التعليمات يلي بتهمكم، ومثل ما سمعتوا عم بيقول المشي بالطبيعة، حتى لو ما كنتم الأشخاص يلي معودين يعملوا رياضة، صدقوني الصور فرجيتكم عليهم مع عائلتي فدتنا كتير. هيدي المشي كانت ساعة من الوقت عن جد، كان هيك إنقاذ لروحنا والستريس يلي كنا فيه. فطبعا بدي اقول كمان انه النشاط الجسدي بيحارب التوتر، ومثل ما سمعتوا اخر شيء قال اذا كنتوا عم تمشوا وحابين تصلوا خذوا المسبحه بايدكم. هيدي رومارك كثير مهمه كوتش الي، شكرا لك والرب يحميك، بكفي انك عم تشارك معنا بمريم تي في بهالبرنامج. نرجع مشاهدينا انا وياكم طبعا ننطر كوتش الي بالجمعه المقبلة، وبدي أطلب منكم بما أنه نحن فيسبوك لايف، إذا كان عندكم أسئلة تطرحوها على كوتش إلي بما أنه رح يكون معنا كل جمعة، فهيك بنقدر نقدم له هالأسئلة ومن البيت بيعطينا النصايح. هلا رح انتقل انا وياكم للهاند كرافت. بهالفتره بالحجر اللي قعدنا فيه هيك كل الوقت بالبيت، اخترعته شوي، اشتغلته شوي. انا صراحه انتم بتعرفوا انه عندي هالسله بالبيت يلي عن جد اجا وقتها بهيدا الظرف، فقد ما فيه بلشت عزل ونظف وشيل واشتغل الاشياء. في عندي كادر صوره هلا حطيته قدامي رح فرجيكم عليه، هو جلد وقشر وصار الوانه مزعجه، بس بعده الشيب تبعه كتير حلو. فعندي سي ديز بالبيت، اليوم رح احكي عن الهاند كرافت، عن السي ديز كيف فينا نعمل منهم ديكوراسيون بالبيت. اول شيء بس اعطيكم رومارك سريعه، غلوا مي كتير وطفوا النار وحطوا السيديز بقلب النار المغليه من دون ما يكون في نار 10 دقائق، شيلوهم بيطروا، بتقدروا تقصوهم بسهوله، ما تطقطقوهم بايديكم، بيشققوا لكم ايديكم. فانا عملت هيدا الكادر، الصوره رح فرجيكم عليه، قشعين كل هولي من السيدي، هولي كان لونهم جلد مثل ورق، فلما قشره صار مزعج، حطيت الشقف من السيديز وهيك طلع معي الكادر. هلا في عندي صور رح استعرضهم سريعا، اعطيكم افكار شو ممكن تعملوا، تكسروا سيديات وتحطوا على الاشياء اللي عندكم اياها بالبيت. طبعا اول صوره عم تشوفوا كادر الصوره كمان انحط بالطريقه اللي انا عملت فيها، وبرجع بذكركم مشاهدينا كثير مهم ما تقصوا بايديكم ابدا، نحن ما بدنا ناذيكم، بدنا نفيدكم. قصوا بالمقص الشيب اللي انتم بدكم اياه ورجعوا ركبوهم مثل البازل. هيدا فاز زهور، ونحط كمان في نعمل بولا ليم او شيء، يعني كثير امور. بس السيديز قادرين كمان نغلف العلب يلي زقنا منها او قشرت او انتزعت على ستيل كادراج الصوره. وطبعا الصورة اللي بعدها هي كمان لكادر صورة، عم تشوفوا الألوان اللي بيعطيها
السي دي قدام موجة، وبتعطي كمان هيك مرات كأنه مراية، بس هي فعلا هيدا السي دي اللي عم تشوفه. كمان علبة الكلينكس زهقتوا منها وصار لونها مش لابق على الفرش، حابين تحطوها برا تغيروا. هلا نحن على أبواب الصيفية فمسموح لكم كل الأفكار، بس هون نقصت بطريقة كتير منظمة. مش غلط إذا قصيتوها كيف ما كان مثل هيدا الكادر، بالعكس الفن باب واسع ونحن منا مقيدين بشروط. مهم الخيال يشتغل، والاشياء اللي قلت لكم اياها ما تكبوا السي ديز، اشتغلوا فيهم بهالطريقه. كمان عندكم طاوله برا للبلكون، عندكم مرايه، الطاوله برا مثل انا قاعده عليها كمان اذا تقشرت انتزعت كمان فينا نعمل لها كفر، وكل اللي لزقته بس بالتلزيق الابيض الغري يعني اذا بدكم، وبتلزقوا فيه وذاتس ات. هلا رح انتقل انا وياكم للهيلث تيب. كمان بما انه بسبور معنا كوتش الي كل جمعه، كمان تعاونت معنا دايتيشن نيكول شماس، نحن بنقول لك شكرا نيكول على تعاونك معنا بكوفي بريك، رح تكوني دايما معنا بحلقاتنا، والموضوع رح نحكي عنه بما انه دايتيشن رح نسألها ونتناول معها مواضيع بالكورونا فيروس، عم نعرض حياتنا للخطر، صارت الحاجة أكبر للحفاظ على الصحة. رح نتعرف اليوم عنها أنواع المأكولات يلي بتساعد انه تخفف من التخلص من ستريس، ورح تنضم لنا هلأ نيكول شماس. بونجور وأهلا وسهلا فيك معنا، بناخد منك المعلومات. بونجور، بهالفترة كلنا عم نعمل ستريس، فأنا بدي أعطيكم شوية أفكار عن المأكولات اللي فينا نتناولها وتخلينا إنه نسيطر على هالستريس. أول شيء في عندنا المأكولات الغنية بالأوميجا 3 مثل الجوز، اللوز، السمك، مثل الصومون والثوم. هو الأوميجا 3 غير إنه هو أنتي ستريس، هو أنتي كوليسترول كمان، فمهم إنه ناخذ من هالمأكولات. جوز واللوز فينا ناخذهم كسناك، فينا ناخذ كبسة يعني 7 حبات جوز مع 7 حبات لوز. غير عن الأوميجا 3 في عنا المأكولات اللي بيحتووا على مغنيسيوم مثل شوكولا المر. شوكولا المر فينا ناخد 30 جرام بالنهار يعني تقريبا قد أصبعين. غير شوكولا المر عنا الموز فيه مغنيسيوم، البطاطا الحلوة فيها مغنيسيوم، وكل شيء قمحة كاملة يعني خبز أسمر، خبز كامل، حبوب، هدول كلهم بيحتووا على مغنيسيوم. غير المغنيسيوم في عنا البوتاسيوم. البوتاسيوم كمان بيساعد انه نسيطر على الستريس. المأكولات الغنية بالبوتاسيوم هن الفواكه الصفراء، الفواكه الصيفية مثل الشمام، الذرة، الاكيدني، الموز كمان غير عن المغنيسيوم بيحتوي على البوتاسيوم. وغير عن الفواكه في عنا السبانخ، عنا الهندبي، الملوخية، هدول بيحتوي على بوتاسيوم وعلى فيتامين بنف اللي بتساعد كمان انه تخفف الستريس او تخلينا نحس بحاله سعاده. غير عن هول المأكولات عندنا الافوكا كمان، الافوكا كثير غني بالبوتاسيوم بالفيتامين اي. وفي عندنا كمان الفيتامين بي 12، الفيتامين بي 12 هو بيعتبر انتي ستريس. المأكولات الغنيه بالفيتامين بي 12 هن اللحوم والدجاج، البيض والحليب ومشتقاته، وكمان الحليب يعني الالبان والاجبان والحليب. غير عن الفيتامين بي 12 بيحتوى على المغنيسيوم، مثل ما قلنا المغنيسيوم بخلينا نسيطر على الستريس، لانه المغنيسيوم هو بريكورسور للسيروتونين، السيروتونين بتخلينا نحس بحاله سعاده، بتعطينا انتاج دوبامين. فانا بنصحكم يعني تتناولوا هالمأكولات بس اكيد بكميه معتدله كرمال ما ننصح، وانا بشوفكم بالحلقه الجايه تنحكي بغير موضوع. شكرا لك نيكول شماس، شكرا لتعاونك معنا ببرنامج كوفي بريك. طبعا نحن ناطرينك بكل حلقة حتى ناخد المعلومات، وبرجع بذكركم مشاهدينا نحن على فيسبوك على صفحة مريم تي في لبنان، كمان مع دايتيشن نيكول شماس. فينا كمان إذا حابين أسئلة تحطونا إياها ونحن طبعا نطرح الأسئلة عليها ومن البيت بتجاوبنا. يعني هالتعاون مع الضيوف يلي هن من بيوتهم تعاون كتير مهم، منشكرهم مجددا من شاشة مريم تي في. هلأ بما أنه حكينا عن مواضيع وسمعتوا النصايح، الأكل قد بيأثر تيكون هو أنتي ستريس فعلا، وحكينا بسبور أنه المشي كمان بيفيدنا مع كوتش إلي. فهلأ هون منترك عليكم مشاهدينا تقدروا تنظموا أموركم، وطبعا ما تنسوا الهاند كرافت اللي عطيتكم إياه اليوم، كمان بيريح هيك وبيعمل ديفولمان إذا قعدتوا اشتغلتوا بهالسيديات يلي ما بقى يمشوا أو يلي تجرحوا وانتزعوا.
فملخص سريع لهالحلقة أعطيتكم شو فيكم تعملوا كتير أشياء. وطبعا في عندي أنا اليوم الكوت أوف ذا داي يلي هو ما كنا منتبهين له، بس لما قرينا الجملة انتبهنا عن جد قد إيه له قيمة مهمة. بيقولوا إذا العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت، فاشكروا الله دائما على كل شيء. نحن دائما بنقول صحتنا منيحة، كتر خير العطرة وكتر خير الله، بس ولا مرة انتبهنا عن جد قد ايه لازم هيك نتعمق أكثر ونفكر إنه الصحة كتير مهمة. لما انعرض هيدا الوباء وكل العالم التهت بهالأخبار، وهو كان فترة كتير صعبة أول ما تلقينا الخبر تنستوعب شو بدنا نعمل بالحياة، هيدا الوباء كان مجرد شبح، وهيدا الشبح دخل بيوتنا كلنا، ما حدا منا ما خاف، ما حدا منا ما عتل هم. فمشان هيك نحنا منقلكم مشاهدينا قدروا كتير منيح انه صحتكم منيحة، واشكروا ربكم كل يوم بيطلع عليكم ضوء، وقولوا بشكرك يا رب على النعمة اللي عطيتنا اياها. بنتقل انا وياكم للانسبيريشنال ستوري. الانسبيريشنال ستوري وصل لي هيك مسج كتير مهضوم، وحبيت اقرا لكم اياه اليوم لانه عن جد بيعطي دعم معنوي وهيك كلمات قريبة. هيدا وصل لي واتساب وحبيت لكم الكلمات يلي بتبلش هو عن الحياة. لكي تعيش هذه الحياة عليك أن تتكيف مع جنونها وهدوئها، مع جمالها وبشاعتها. عليك أن تتكيف مع جمالها وبشاعتها، مع عدلها وظلمها، بياضها وسوادها، مع أعاصيرها ونسائمها. لكي تعيش عليك أن تتجاهل وتنسى أو تتناسى، بل عليك أحيانا أن تتغابى، لأن الفهم يمكن أن يشكل ضغطا على أعصابك وخطرا على حياتك. عليك أن تتوقع الأسوأ وتفرح بالممكن، وتقتنع بما هو مكتوب لك، وتتقبل ما تفعله الحياة بك، لأنه بكل بساطة مصيرك وقدرك. حتى تعيش هذه الحياة لا تأخذها كثيرا على محمل الجد، فأنت في مطلق الأحوال لن تخرج منها حيا. يعني كلمات وعبارات مرقت مشاهدينا كتير مهم اللي نقال بالأول، أنه كل هالأشياء بالحياة، الجنون والأعاصير والهوى والنسمات والحياة والتعب والركض والستريس، كلهم موجودين بالحياة. بس أنت دايما فكر أنه هاي الحياة لتعيشها مزبوط مرات لازم يكون شوي تتغاضى عن الأمور لحتى تحس عن جد أنه أنت قادر تمشي. بس هلأ بهالفترة اللي نحن قطعنا فيها كتير عرفنا قيمة الحياة، كتير عرفنا أنه في ببيوت كتير عالم مشاكل، كتير شفنا الجوع دق بوابنا، كل شيء له علاقة بالحياة يلي بتخلينا نحس عن جد بستريس. فهون الإنسان هو مقدرته، هو وقدرته وقوته وإيمانه يفكر عن جد شو ما عملنا بهالحياة، بالأخير نحن رايحين، نحن منتقلين عند ربنا. فعيشوها كل يوم بيومه، كل لحظة بلحظتها. هلأ بالظروف اللي نحن عم نمرق فيها القاسي والصعب كتير، يلي إذا رحنا على سوبر ماركت ما بنعرف شو بدنا نجيب، إذا قعدنا بالبيت ما منسترجي نظهر حتى ما نحط المصاري لأنه صارت أرقام عم تمرق. فكل اللي بقلكن هي أنا قد ما فيكن عيشوا اللحظة بلحظتها، وعيشوا كل يوم بيومه. شو بدنا نعمل؟ هيدي الحياة ونحن بدنا نوقف قبالها. فقد ما فينا نقدر نثابر، وقد ما فينا نقدر نصلي أكثر وأكثر وأكثر، نتعمق بالرب ونقول له يا رب مع كل هالصعوبات اللي مرقنا فيها عم ضلك دايما حدنا. قطعت أمور كتير صعبة، فكورونا فيروس عم تمرق، وإن شاء الله يا رب تنتهي نهائيا، على أمل أنه مشاهديننا يكون هالسلام عم ببيوتكم وقلوبكم. وهون عبر شاشة مريم تيفي أنا برجع بوجه تحية لكل الأشخاص يلي عن جد قاعدين ببيوتهم وبعدهم ملتزمين بالحجر، والأشخاص يلي ظهروا على بيوتهم على أشغالهم. بدنا نشتغل شو ما نعمل، بدنا تكمل الحياة، بس انتبهوا على حالكم وما توثقوا كتير أنه خلصت الكورونا. لا بالعكس، هون لازم ننتبه قد ما فينا. وأنا بدوري رح وعدكم بمواضيع كتير مهمة، أنتوا قاعدين ببيوتكم شو فيكم تستفيد من النقاط تقدروا تعملوها وتموهوا شوي عن نفسكم.
ما تنسوا مشاهدينا الصور اللي عرضتهم بالأول كيف قضينا نهار بهالرحلة، إذا بدكم بهالفترة اللي عم نمرق فيها، جربوا قضوها، اعملوا حلو، طبخوا، مشوا، روحوا على البسكليت، طلعوا على جنينة، طلعوا على البلكون، قد ما فيكم بعدوا عن ستريس. وهيك أنا بدي أرجع أذكركم بس رح ألتقى أنا وياكم إذا الله راد كل خميس بكوفي بريك مجددا، وكتير اشتقت لكم، برجع بقول لكم وإن شاء الله تكون أيامكم مباركة يا رب. وأنا بدي أذكركم أنه نحن دايما بنلتقى فيكم بهيدا الموعد كمان فيسبوك لايف، ما تنسوا. وبدي أذكركم إعادة حلقتنا لليوم الساعة 5 بعد الظهر. هيك مشاهدينا بكون انتهت حلقتنا لليوم، ولقينا الوقت قصير، بس محبتنا لكم كبيرة كتير. انطرونا بمواضيع مهمة. ينعاد على الجميع بعيد سانتريتا. باي باي.